السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ذي القعدة، الشهر 11 من عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم الحديث عن آيات الحج وعن أحاديث الحج وعن فقه الحج وكيفية أدائه. الحديث عن الحج وفضله وما وعلى من يجب، شروط وجوب الحج، تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، الاستعداد للحج، مواقيت الحج وأقسامها الزمانية والمكانية، الإحرام وتعريفه وكيفيته، محظورات الإحرام، أعمال الحج التي يقوم بها الحاج من يوم التروية وإلى طواف الوداع. هذه إلماحة يسيرة عن بعض المسائل المهمة التي ينبغي أن يعرفها الحاج. أولا، تعريف الحج. الحج في اللغة القصد، حج الشيء أو حج إليه إذا قصده. وفي الاصطلاح قصد مكة، قصد مكة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص لعمل مخصوص بنية مخصوصة. هذا ما عرفه الفقهاء رحمهم الله في الحج أو للحج أو الحج. قصد مكة يعني الذهاب إليها، التوجه إليها، ومكة البلد الحرام، المكان المعروف الذي جعل الله فيه أداء المناسك، فيه المسجد الحرام، فيه الكعبة المشرفة، فيه الطواف والسعي، ثم المشاعر وبقية الأعمال فيها. قصد مكة في زمن مخصوص، الزمن المخصوص هذا هو الذي قال الله فيه الحج أشهر معلومات. الحج ليس في أي وقت، وإنما جعل الله له أوقات زمانية. الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف بين أهل العلم في عشر ذي الحجة أو ذي الحجة كاملا. هذه أشهر الحج. يصح أن تحج في محرم؟ ما يصح، ولا في شعبان؟ إذن الحج أوقات زمانية وقتها الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فبداية نية الحج من واحد شوال، من نوى الحج فيها حج في الزمن المشروع. هذه أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وقول العلماء رحمهم الله لأعمال مخصوصة أو لعمل مخصوص وهو أداء الحج بأركانه وواجباته وسننه ومستحباته بنية مخصوصة، يعني جاي للحج، أتى لغرض الحج، ولو دخل عليه بعد ذلك التجارة مثلا أو أعمال أخرى، لكنه ينوي الحج إلى بيت الله الحرام. إذن هذا هو تعريف الحج، قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة. العمرة، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح أو عند الفقهاء في الشرع زيارة مكة، زيارة مكة لعمل مخصوص. لكن هل هو في وقت مخصوص العمرة؟ لا، العمرة وقتها مفتوح، لكن بنية مخصوصة. ما حكم الحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتقديم العامل كما يقول أهل اللغة دليل على تأكيد فرضيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبين شروط الحج. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. استفاد منها فرضية الحج، ويستفاد منها فرضية إتمامه لمن بدأ به، فلا يحل إحرامه حتى ينهي أعمال المناسك. ومن أدلة وجوب الحج حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. أما العمرة فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فالجمهور على وجوبها لحديث: وأن تحج وتعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا فيه أمر، والأمر للوجوب. ويرى بعض أهل العلم سنيتها لأنها داخلة في أعمال الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الحج أيها الإخوة له شروط ذكرها أهل العلم، خمسة شروط من شروط وجوب الحج. أولها الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر. الشرط الثاني العقل، فلا يجب على المجنون. الشرط الثالث البلوغ، بأن يبلغ الإنسان سن البلوغ وهي 15، أو علامات البلوغ المعروفة إذا حصلت قبل بلوغ هذا السن. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب على العبد المملوك الرقيق لأنه ملك سيده. الشرط الخامس الذي ذكره الله عز وجل في آل عمران: من استطاع إليه سبيلا. وهذا من يسر الشريعة، أن الحج لا يجب إلا على القادر، القادر ببدنه والقادر بماله. أما
الذي لا يقدر لكبر سنه أو لمرض مزمن فيه فقد يسر عليه الإسلام ولم يلزمه بهذه الفريضة. وبعض الناس اليوم لا يفقه هذا الشرط، تجده أن الشرع لم يكلفه لعدم قدرته فيذهب يستدين، ولا إذا كان كبير يأتي يشق على نفسه. فالحمد لله الحج مرهون بهذا الشرط، من استطاع إليه سبيلا. وقال أهل العلم إن المراد بالاستطاعة هنا ملك الزاد والراحلة، وقد فسر ذلك الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما، ملك الزاد والراحلة. ويدخل في الاستطاعة اليوم تنظيمات الحج المعروفة التي سنها ولي الأمر، من لم يستطع أو لم يأته الدور في الحج وقد قدم فهو معذور إن شاء الله حتى يأتي له الإذن. وكذلك التصريح، ينبغي أيها الإخوة الحرص على الأنظمة التي سنها ولاة الأمر فيما فيه صلاح وتحقيق المصالح للحجاج، ومنها هذا التصريح، وأن يكون مثلا ضمن الحملات المعروفة المقررة نظاما. أما مخالفة الأنظمة فهذا أمر قد يجر على الإنسان أخطاءه، فينبغي أن يراعى هذا فليتنبه الحجاج. المرأة تزيد شرطا سادسا، الحج لا يجب على المرأة إلا إذا وجد محرمها، محرمها من تحرم عليه على التأبيد، يعني أبدا، بنسب كأبيها وأخيها وابنها، أو سبب مباح كالرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المصاهرة وغير ذلك. هذه شروط وجوب الحج خمسة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. الحكمة من مشروعية الحج ذكرها الله عز وجل في قوله ليشهدوا منافع لهم، والمنافع هنا جاءت نكرة بسياق الامتنان، يعني تشمل كل أوجه المنافع الدينية والدنيوية والأخروية. والحج واجب بإجماع أهل العلم، فمن جحد وجوب الحج كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر أي جحد هذه الفريضة فإن الله غني عن العالمين. ومما يدل على اشتراط المحرم، لأن بعض الناس قد يتساهل فيه، قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا من تكريم المرأة أن يوجد لها من يخدمها ومن يسافر معها ومن يكون وسيلة بإذن الله لحمايتها والمحافظة عليها وصيانتها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال أخرج معها، وفي رواية في الصحيحين انطلق فحج مع امرأتك. قال الإمام أحمد رحمه الله المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. هذه شروط الحج
التي ذكرها أهل العلم. الحج أيها الإخوة فريضة قامت على التوحيد لله عز وجل. الحج عبادة، الحج ركن من أركان الإسلام، ولهذا فإن الواجب على الحجاج أن يتقوا الله عز وجل في أداء هذه الفريضة على وفق ما شرع الله. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شوف، جاء التوحيد والإيمان والعقيدة في آيات الحج في أكثر من 10 مواضع، فبدأت ألا تشرك بي شيئا وانتهت بحنفاء لله غير مشركين به. فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله أو يتوجه إلى غير الله في طلب المنافع أو دفع المضار أو قضاء الحوائج أو شفاء المرضى. الذي يملك هذا من؟ من؟ الله جل جلاله الذي خلقني فهو يهدين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقد ظل من دعا غير الله، فالله الله حجاج بيت الله في توحيد الله. وقد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وصف جابر بن عبد الله كما عند مسلم صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جابر فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد لله عز وجل. فلا تدعو غير الله أو القبور أو الأضرحة أو الأنبياء أو المرسلين أو الصالحين، لا يدعى ولا يتوجه له بالعبادة إلا الله جل جلاله. وأقبح ما يكون الشرك حينما تسمع من يدعو غير الله في حرم الله، في بيت الله، تأتي إلى بيته وتدعو غيره. فليتق الله المسلم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب، اللي يجي للحج ويرفع شعارات سياسية، هل هذا من التوحيد؟ أجيبوا، هل هذا من العبادة؟ إذن الحج عبادة لله عز وجل، فيه التلبية، فيه الذكر، فيه التلاوة، فيه الطواف، فيه السعي، فيه أداء الشعائر في المشاعر على وفق المقتضى الشرعي وعلى حسب نصوص الكتاب وعلى ما أبان النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي النبوي في حجته للوداع صلى الله عليه وسلم. الذين يستغلون موسم الحج لأمور سياسية أو خارجة عن أمور العبادة، هؤلاء مخطئون، وقد حولوا هذه العرصات الآمنة إلى محل للصراع، إلى محل للصراعات السياسية أو الشعارات الطائفية والمذهبية. ليس في الحج إلا شعار التوحيد وشعار التلبية وشعار العبادة. كذلك ينبغي أن نعلم أن الحج فيه بيان يسر الشريعة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف يقول: افعل ولا حرج، ويحث على التيسير، وينهى عن الغلو في الدين، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. فينبغي على المسلم أن يحقق منهج الوسط والاعتدال، وهو من الأمة الوسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الحج فرصة لوحدة المسلمين واجتماع كلمتهم على الكتاب والسنة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة،
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإن اختلفت في المسلمين المسائل والمذاهب في فروع الشريعة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، إلا أن الحج يجمعهم، الرب واحد والنبي الخاتم واحد والقبلة واحدة والزي واحد والمظهر واحد والقصد والهدف ولله الحمد واحد، فعلام الخلاف، والخلاف شر. ينبغي على الأمة أن تضيق مجاري الخلاف وأن تعلو فيها الوحدة والاعتصام وعدم التنازع والشقاق والانقسام في مناسبات الإسلام، ومنها الحج إلى بيت الله الحرام. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعلي شأن القيم. نحن أمة الأخلاق، أمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمة الأخوة، أمة التسامح والصدق والأمانة. والله عز وجل يقول عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبما رحمة من الله لنت لهم. فلتحرصوا على التخلق بالأخلاق الكريمة مع إخوانكم المسلمين، وعدم الإيذاء بالقول أو بالفعل، باليد أو باللسان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تدافع، لا تزاحم، وإنما مودة ومحبة وصدق وإيثار وأخوة بين المسلمين. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه الحاج. كذلك أيها الإخوة، ينبغي على الحاج أن يثري تجربته الدينية والروحية والثقافية والاجتماعية، فيشغل وقته بما يفيده. رحلة الحج من أعظم رحلات العمر، وهي رحلة إيمانية وعبادة لله عز وجل. فاستثمر وقتك بالعلم النافع والعمل الصالح والتلاوة والقراءة والتعرف على معالم الحرم ومعالم مكة المكرمة، فيها ولله الحمد والمنة الكعبة، البلد الحرام، البيت الحرام، وفيها المسعى، وفيها هذه التوسعات العظيمة التي قدمت، وفيها منظومة الخدمات كلها تقدم لحجاج بيت الله الحرام. فلنتعاون مع ولاة الأمر في أن نؤدي الحج على الوجه المطلوب. والله الله في تحقيق الأمن في البيت الحرام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. سلامة قاصدي الحرمين لا يجوز أن تعرض سلامتهم وأمنهم للخطر أو للعبث. ولنكن عيونا ساهرة في التعاون مع ولاة الأمر ومع رجال أمننا الذين يبذلون جهودا كبيرة في تحقيق الأمن لقاصدي الحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن. كذلك العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من أبنائكم وإخوانكم وزملائكم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذين يبذلون جهودا كبيرة في تقديم منظومة الخدمات لكم، فتعاونوا معهم في أن يخرج الحج ناجحا ومتميزا. والحج إلى بيت الله الحرام عبادة، وضيوف هذا البيت ضيوف الرحمن، وللبيت رب يحميه. لن يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يعبث بالبيت أو يجر أمنه إلى غير ما شرع الله له. فالله عز وجل الذي حفظ بيته عبر التأريخ منذ وجود هذا البيت سيحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم ما هيأ الله لهذا البيت من هذه الدولة المباركة التي تسعى لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما ابتغاء وجه الله عز وجل. فالجميع واجبه التعاون مع الجهات المسؤولة
لتحقيق الأمن والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. وينبغي على الحاج أن يعمل على قاعدة الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلتبني الحج على الإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة ولا صرف الحج إلى غير ما شرع الله فيه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الإخوة، الصواب الإصابة، أن يكون عمل المسلم صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. الحج وفضله وأهمية الاستعداد له بالعلم النافع والعمل الصالح، وكذلك أيها الإخوة بالرفقة الصالحة والمال الحلال، كل هذا مما ينبغي أن لا يفوت على الحاج. سافر الحاج من بلده صوب مكة المكرمة، يمر بالمواقيت. وقلنا أن المواقيت نوعان: زمانية وهي أشهر الحج، ومكانية وهي المواقيت التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي يسمى اليوم أبيار علي، وهو الآن قريب من المدينة، وأبعد المواقيت إلى مكة أو من مكة. الميقات الثاني ميقات ذات عرق لأهل العراق ومن جاء على طريقهم. الثالث الجحفة لأهل الشام. الرابع يلملم، والمسمى اليوم السعدية، وهو لأهل اليمن. والخامس قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو المسمى اليوم بالسير الكبير. ومنه أيضا الهدى، ميقات الهدى أو جبل الكر الذي هو محاذ له، وهو ميقات أهل نجد، ومن مر من طريقها. هذه المواقيت هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ أما الأربعة التي هي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، هذه توقيفية باتفاق العلماء التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في ذات عرق هل هي ميقات توقيفي أو اجتهادي. سنه عمر رضي الله عنه قولان لأهل العلم رحمهم الله. هذه هي المواقيت المكانية: عرق العراقي، يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبيني. هذه المواقيت إذا وصلها الحاج يبدأ بالإحرام، يستعد للإحرام قبل ذلك بتقليم الأظافر وأخذ الشعر والغسل، وهو ليس بواجب وإنما سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الفريضة. وهل للإحرام صلاة تخصه؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن وافق وقت صلاة وإلا يحرم، وإن صلى ركعتين أيضا فلا حرج عليه إن شاء الله. ثم ينوي الإحرام اللي هو الإحرام، تعريفه هل الإحرام نزع المخيط؟ لا، الإحرام نية الدخول في النسك، تنوي أن تدخل في النسك. والأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة: التمتع
والقران والافراد. التمتع ان تاتي بعمره في اشهر الحج وتحرم بها وتنتهي من اعمالها ثم وتحل، ثم اذا جاء يوم 8 تنوي الحج، وهو افضلها لان فيه نسكين في رحلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ندم على أنه لم يكن متمتعا، قال للصحابة رضي الله عنهم عند المروة حينما أمرهم بالحل، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فدل على أنه ما كان ليترك نسكه إلا إلى الأفضل. لكن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران. القران تقرن الحج والعمرة سواء، في طوافك تنويه للحج والعمرة، في سعيك تنويه للحج والعمرة، هذا هو القران. والإفراد أن تفرد الحج فقط، فيقول الحاج إذا نوى الإفراد لبيك حجا. مش الفرق بين القران والإفراد؟ هما نفس العمل، لكن يزيد إن القارن عليه هدي لأنه نوى نسكين، هذه الأنساك. وأفضل الأنساك فالتمتع، فقران فإفراد فلتسمعوا. ها، إذن الآن ينوي الحاج ما يريد من هذه الأنساك الثلاثة، وأفضلها التمتع لا سيما لمن جاء مبكرا بحيث يكون عنده فرصة لحل الإحرام، وكذلك ينوي الحج يوم 8 مع العمرة بعدما ينتهي من العمرة. القران والإفراد نسكان، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم بشيء، هذا من يسر الشريعة وعدم الحرج فيها ومراعاة الظروف والأحوال والبيئات والأشخاص، وهذا من كمال الشريعة وشمولها. الحج فيه أركان وواجبات وسنن. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة لا يتم الحج إلا بها. الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، ومنه ركن البيت. هل يقوم البيت بلا ركن؟ ما يمكن. أربعة أركان للحج، من حققها تحقق له الحج، التي هي أولا الإحرام، لا بد أنك تحرم، ركن من أركان الحج. اثنين الوقوف بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الثالث طواف الإفاضة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع السعي. أربعة أشياء اللي حققها تم حجه. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عروة بن مضرس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم مزدلفة، صلى معه وقال يا رسول الله جئتك من جبال طي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. عمل النبي عليه الصلاة والسلام الخارطة، وضع الطريق والقاعدة، قواعد الحج وأركانه. قال له من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد أتم حجه وقضى تفاثه. هذه أركان الحج. واجبات الحج سبعة. شو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يتم الحج إلا به، اللي ما وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار ما له حج، وكذلك اللي ما طاف طواف الإفاضة، واللي ما سعى، واللي ما أحرم. لكن الواجب يجبره دم أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما الفعل في المحظورات، كما في حديث كعب ابن عجرة
رضي الله عنه. واجبات الحج السبعة، يلا خلكم معي. الإحرام من الميقات المعتبر. شوف الركن، الركن أوسع من الواجب، الواجب أضيق لأن يجبره دم. الركن الإحرام، لكن الإحرام من الميقات المعتبر لهذا الحاج واجب. اللي يمر مثلا مع ذي الحليفة ولا يحرم، إما أن يرجع وإما أن يفدي. الإحرام من الميقات المعتبر اللي مر عليه. اثنين، الوقوف بعرفة. قلنا الوقوف بعرفة ركن، لكن الواجب الوقوف بعرفة إلى الغروب. من وقف بعرفة نهارا يقف بها إلى أن تغرب الشمس ثم يغادر إلى مزدلفة. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. الرابع المبيت بمينة. الخامس رمي الجمرات. السادس الحلقة والتقصير. السابع طواف الوداع. هذه واجبات الحج تفعل، ومن لم يفعلها وأمداه يبادر إلى فعلها يفعلها، ومن لم يستطع فإن عليه أن ينسك الذبيحة. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم. إذا أحرم الإنسان وبقية الأعمال سنن، التلاوة، الاغتسال، التطيب، كل هذه سنن، التلبية. الآن إذا أحرم الإنسان قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، عليه محظورات، عليه أن يجتنبها تسعة. أول هذه المحظورات، طبعا المستحبات عرفناها، الاغتسال، تعاهد الشعر مثلا في الإزالة قبل أن، المحظور الأول تغطية الرأس. تغطية، من غطى رأسه وهو محرم بملاصق أو بما هو جزء من ما يوضع على البدن كالطاقية والغترة والشماغ، أما المظلة فلا شيء فيها، أو التظلل بالسيارة، فهذا ليس بممنوع. المحظور الثاني حفظكم الله لبس المخيط. المحرم الرجل الذكر إذا قال لبيك قبل أن يقول لبيك حجا، إذا يعني أراد النية، فإنه ينزع المخيط، ينزع الثوب فنيلة السروال ويلبس الإزار والرداء. زين، هذا الثاني. أما المرأة تحرم بثوبها وتجتنب أثواب الزينة. من المحظورات رعاكم الله الطيب. الطيب لا يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لكن إذا نوى الإحرام فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. الرابع، يلا تفاعلوا يا أيها الإخوة الكرام. الرابع الجماع. فالمحرم هو جاي عبادة وليان يتزوج ويتمتع ويترفه، إذن من يعني حصل منه الجماع فعليه، فقد فسد حجه إذا كان قبل عرفة وعليه بدنه. أما إذا كان بعد عرفة فعليه دم. من المحظورات حفظكم الله تقليم الأظافر أو قصها. خلاص اللي أحرم لا يعبث بأظافره، لكن لو إنه أخطأ لا حرج عليه، ولا مسك شعره ولا من لحيته وسقط شيء دون قصد، ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من التيسير في الحج. وليس أيضا من السنة ما يعمد إليه بعض الناس في إذا سقط شعرة ولا شعرتين أو ثلاث عليك كذا وكذا. الحمد لله الدين يسر، ولكن لو تصدق بشيء احتياطا فهذا أحوط. حلق الشعر، حلق الشعر حال الإحرام، حلق الشعر حال الإحرام محظور، لحديث كعب بن عجرة قال: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: يا كعب، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك ذبيحة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. متفق عليه. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال قبلها: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه لفتة للمفتين، إن اللي يقولون كلش عليك دم عليك دم، الله خيره، فلا تعنته بشيء واحد، وهذا من يسر الشريعة. فمن وقع في محظور من محظورات الإحرام فعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح ذبيحة. نعم. ما حكم ما يعمد إليه بعض الناس من أن حتى لا يغطي رأسه يبحث عن سيارة مكشوفة ما لها سقف؟ هذا من الغلو في الدين وليس بمشروع. هذه المحظورات ذكرنا الآن كم؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا خمسة؟ ها؟ طيب، من المحظورات قلنا الطيب، قلنا من المحظورات الجماع، من المحظورات سادسا مقدمات الجماع المباشرة، وهي افهم يا أيها الحاج أنك جاي أتيت للعبادة ما جيت للترفه. ولهذا الحكمة يوم الواحد يلبس إزار وريدة، يوم هو يجتنب الطيب، يوم هو يجتنب الجماع ومقدماته كله ليتفرغ للعبادة. الحج عبادة إيمانية وليست ترفه. نعم. من المحظورات سابعا قتل الصيد، قتل الصيد، صيد البر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يمكن تشوف أرنب في عرفة ولا بعض الطيور في مزدلفة ولا في منى، لا، إذا كنت محرما فلا تصيد، أو حتى في مكة. ولهذا حتى لا ينفر صيد، لا ينفر. شوف كيف كرامة الحيوان والطير والجماد والشجر، فكيف بإيذاء الإنسان؟ كيف بإيذاء المسلم؟ فليتنبه الحجاج رعاهم الله وتقبل الله منا ومنهم. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البحر فلا حرج فيه إن شاء الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. السابع أو الثامن عقد النكاح، العقد، مجرد أنه يعقد. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا يزوج بنته، فليتنبه لهذا. والحمد لله أمر هذا يكاد يكون واضحا للحجاج. ومنه أيضا الوطء، ومنه المباشرة دون الفرج. هذه تسعة محظورات يجب على الحاج، أو تسع محظورات كذا، تسع ولا تسعة؟ تسع محظورات، حسنت، يجب على الحاج أن يجتنبها. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ومقدماته، ولا فسوق المعاصي والمنكرات والمخالفات، ولا جدال في الحج، تجادل
في الأخذ والعطاء وتكثر الجدل. لا، احنا جايين للحج ولا جايين للمناظرات والمناقشات والملاسنات؟ فليضبط المسلم لسانه في الحج. هذه الآن أعمال الحج، الحمد لله عرفناه. إذا جاء يوم 8 يشتغل الحاج في هالوقت كله بالقراءة، بالتلاوة، بالطواف، بالتلبية، بالذكر، بإثراء تجربته في الزيارات للعلماء والأخذ منهم. مثل عندنا مثلا في مكة المكرمة، معالم مكة المكرمة، أن يزور الإنسان مثلا مصنع كسوة الكعبة، والرئاسة قد أعدت برامج في هذا، والمعرض مثلا، والمكتبات، وزيارات العلماء، ليستفيد وليروي رحلته علميا وإيمانيا وثقافيا. وأهم شيء يرجع من حجه، يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ويرجع بصفحة جديدة، لا يرجع يكرر نفس الأخطاء اللي يرجع في عندها أخطاء عقدية وعندها أخطاء في علمية، ولا يؤذي أحدا أو يقع في بعض المحرمات. فليبدأ المسلم صفحة جديدة. جاء يوم 8، يوم 8 اسمه يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، يتروون فيه الماء إلى منى. الحمد لله اليوم كافة الخدمات، وهذه نعمة ينبغي أن نشكر الله عليها. اشكروا الله على ما تعيشون به من نعم في الحرمين الشريفين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ نحن في نعم، وأهمها نعمة الإيمان والأمن والاستقرار وراحة ضيوف الرحمن وتوفر الخدمات في الحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن. هذه نعم، كل ذلك بفضل الله، ثم بما شرف الله به ولاة الأمر من خدمة الحرمين الشريفين وتهيئة منظومة الخدمات كافة لضيوف الرحمن. فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. تفرغ للعبادة، الحج عبادة وسلوك حضاري، سلوك حضاري يعني قبل ذلك شرعي إسلامي نبوي أخلاقي قيمي حضاري، لأننا اليوم أمة الإسلام أمة عالمية، ليكون للعالمين نذيرا مباركا وهدى للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لنقدم في الحج أنموذجا في الأخوة والتسامح والأعمال والأخلاق والشمائل والأعمال القيمية والإنسانية، في مساعدة كبير السن، في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقديم الماء والظل لكل حاج من حجاج بيت الله الحرام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واليوم مع الإعلام هذه الصورة تنقل للعالم، يرون الناس في الحج صورة لوحدة المسلمين وتراحمهم وتلاحمهم وتسامحهم وأخلاقهم وقيمهم. فليحرص المسلم على إيلاء هذا الأمر الاهتمام. يذهب للحاج يوم التروية لميناء سنة. اليوم بعض الحملات الحج تذهب إلى عرفة مباشرة، لا حرج في ذلك، وهذا من التيسير. إن ذهب إلى منى يوم 8 فهو أفضل، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم 9 قصرا بلا جمع، هذه هي السنة. ثم عاد يستعد ليوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله بعباده ملائكته في هذا الجمع العظيم يوم عرفة، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار
من يوم عرفة وإنه ليدلو ثم يباهي بهم ملائكته. فأروا الله أيها الحجاج من أنفسكم خيرا، ألحوا على الله بالدعاء لأنفسكم ومجتمعاتكم وأوطانكم وولاة أمركم، وأن يصلح الله أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويحقن دماءهم ويكفيهم شر أعدائهم. أما أن يضيع المسلم يوم عرفة بالتصوير ولا بالجوالات ولا بالذكريات ولا بالكلام والقيل والقال ولا بالأحاديث الجانبية فيمر عليه اليوم ما دعا ما قرأ ما لبى، أي حج هذا؟ ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون ضنينا بوقته بثوانيه قبل دقائق في مثل هذه اللحظات العظيمة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يظل المسلم يدعو لا سيما في آخر ساعة من يوم عرفة لعل الله أن يتقبله وأن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا ويعيده كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذا تحقق غروب الشمس يزدلف إلى مزدلفة، ومزدلفة هي المكان الذي يلي منى جهة انصرافه من منى إلى مكة، وتسمى لها ثلاثة أسماء: منى، عفوا مزدلفة، جمع المشعر الحرام، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا ومزدلفة، وسماها الله عز وجل المشعر الحرام. فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يظل في مزدلفة إلى منتصف الليل، ونظرا للزحام في هذه الأزمنة المتأخرة فإن من التيسير الترخيص على الحجاج. وهنا الكلمة للعلماء وطلاب العلم والمفتين أن ييسروا على الحجاج ولا يعيتوهم ويحملوهم على مذهب واحد. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الأعذار كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كنت ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في النفر من منى بعد منتصف الليل، فلا بأس في هذا إن شاء الله. وإن جلس فيها إلى الفجر وصلى الفجر فيها فهو أفضل بكل حال. ثم إذا انصرف من مزدلفة ينصرف منها إلى منى ويرمي الجمرات، يرمي الجمرة العقبة فقط بسبع حصيات. هذا يوم العاشر، يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. يفعل الحاج فيه أربعة أمور: يرمي الجمرة، جمرة العقبة، يحلق أو يقصر، يذبح هديه، يطوف بالبيت. هذه أربعة أمور، وليس بلازم أن تفعل يوم النحر، لا، لك فرصة، والطواف لك فرصة إلى آخر الحج. فالحمد لله هذا من يسر الشريعة، هذا هو طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك يظل الناس ثلاثة أيام أو يومين في منى يرمون الجمرات الثلاث، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن تأخر، يرمونها بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات. أمثال هؤلاء مثل الحمص أو الفستق أو البندق، لا يكبر، يعني لا يكبر الحصى ولا يكبر الله مع كل حصى. أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. وبعض الناس يفهم من هذا إبليس ولا الشيطان، لا، هذا شاخص فقط، علامة على العهد اللي يأخذه المسلم على نفسه في الحج أن لا يسلك سبيل الشيطان. وقد كان هذا في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام، وقصة أيضا بناء يعني وجود هذه الجمرات الثلاث. والحمد لله اليوم مشروع توسعة الجمرات، مشروع إسلامي حضاري عالمي استثنائي تاريخي
جعله الله في موازين ولاة الأمر تخفيفا على حجاج بيت الله الحرم. وأي وقت ترمي، الصباح ولا المساء، فأنت إن شاء الله على أجر وعلى خير. ثم ترجع إلى ميناء تبت 3 أيام أو يومين. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام التشريق 11 و12. فمن تعجل في يومين خرج من ميناء يوم 12، مو يوم 11 كما يفهم بعض الناس إنه 10 و11، لا، 11 و12. من خرج من ميناء قبل غروب الشمس من اليوم 12 فقد تعجل، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني أكثر لمن أراد زيادة التقوى أن يبقى اليوم 3. وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 3، ونحن نحث الحجاج: لا تستعجلوا، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أتم المناسك، أدي المناسك بكل هدوء وسكينة. تجد الناس يوم النفرة يوم 12 كأنهم في قتال، كل يريد أن يخرج أولا. لماذا؟ أنت على أجر أيها المسلم، وعلى خير وأثواب أيها الحاج، فاستغل وجودك، أخر قدر المستطاع. وبعض الناس يسافر ولا يكمل المناسك، وهذا أيضا خطأ. فإذا انتهى من المبيت بميناء الليالي 3 وتعجل أو تأخر، يأتي للبيت ويطوف طواف الوداع ثم يغادر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، الحائض تذهب وليس عليها طواف وداع. والمسلم إذا طاف الوداع يسافر، وإن جلس بضع ساعات فلا حرج. بعض الناس يفهم أنك تطوف وتسافر حالا، لا، تنتظر الرفقة الحملة، فلا بأس أن يأتي الإنسان ويبقى ويجلس ويأكل ويشرب ويشتري بعد طواف الوداع، كل ذلك لا بأس فيه، لكنه لا يطيل المكث بمكة بعد طواف الوداع بأن يبيت ليلة أو ليالي، فإن هذا قد يجعل طواف الوداع يحتاج إلى إعادة. هذه باختصار الحمد لله رحلة الحج، وهي رحلة ميسرة يسرها الشارع، لكن بعض الناس يشق على نفسه إما لجهله أو لعدم فقهه أو عدم سؤال أهل العلم. اسألوا أهل العلم عما يشكل عليكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم ولله الحمد والمنة متوافرون في الحرمين وفي المشاعر المقدسة. فاسألوا أهل العلم وداوموا على التوبة والاستغفار، والحمد لله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم ألطف بحجاج بيتك الحرام، ويسر لهم أداء المناسك، وابسط أمنهم وأمانهم واستقرارهم ورخاءهم ونماءهم، وأدم النعم عليهم يا كريم يا جواد. اللهم أدم الأمن والأمان. اللهم من أراد حجاج بيتك الحرام بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك، واحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين. اللهم ابسط أمنك وأمانك على هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم أعد الحجاج كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجعل جزاءهم الجنة يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا العطاء والمنة. اللهم اجعلهم دائمي التوبة والاستغفار. اللهم اجعلهم مستقيمين على طاعتك، موحدين لك، سائرين على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.